مجددا عودة والعود أحمد، عودة والعود أحمد. نعم، السلام على كل أحرار وحرائر الجزائر، السلام على كل أحرار وحرائر تونس، السلام على كل أحرار وحرائر الأمة العربية والإسلامية جمعا. هذا الإعلامي لطفي غرس من مدينة مونتريال، حاب نحكي لكم على الجرذ، على الجرذ بارتاجي الجرذ حفيظ الدراجي، الله لا يحفظه إن شاء الله. يا ولادي تذكروا الناس كله تبعوا الاستوريك متاعه، الاستوريك ديالو أنه لحاس، نقولوا احنا بالتونسي لحاس. رأيتم مرة وقت اللي مات مارادونا، وقت اللي مات مارادونا شفت صورة ليه هو ومارادونا في على ما أظن كأس العالم بروسيا. لما مات مارادونا نزل تصويرته هو ومارادونا وقال أسطورة في كرة القدم. نعم أسطورة في كرة القدم، قال لاعب كبير. نعم لاعب كبير، لكن تقول الله يرحمه والرسول عليه الصلاة والسلام لا يترحم على القوم الكافرين، وفي ديننا يا حفيظ الدراجي إن كنت مسلم ما تقولش الله يرحمه للكافر، لأنه كافر كفر بالله سبحانه وتعالى. فقط المسلم هو من تقول عليه بعد موته الله يرحمه، تطلب الله باش يرحمه، لكن الكافر اش نقوله؟ ذهب إلى أفعاله، نقوله هكا ذهب إلى أفعاله. نرجع لتعليق حفيظ الدراجي على المباريات متاع المنتخب التونسي. مرة يقول يعني منتخب تعيس، مرة يقول اليوم زادها عاد لاعب كرة قدم مصري باش ينزل للتيران باش يدخل شانجمون، يقول هذا لاعب خطير جدا باش يمسح القاعة بمدافعي تونس. كيفاش علمت علم الغيب أيها الكلب المنافق؟ علمت علم الغيب؟ تعلم علم الغيب قبل ما يبدأ اللاعب يهبط للميدان تقول باش يمسح القاعة بلاعبي تونس؟ ولذا تعرف انه الجمهور التونسي والعربي والجمهور العربي بأكمله فرحان انه ليس انتصر على مصر، لانه مصر نقوله بالتونسي خبزتنا يعني فول وطعمية متاعنا ذوكم، يعني دائما في مصر نربحوهم، في تونس نربحوهم، في اي مكان نربحوهم، واحنا سبب اللي خليناهم ما يمشيوش الكأس افريقيا اذا كان تتذكروا مليح. ولذا يعني بالنسبة لمصر وكأنه وليد صغير يعني يلعب ضدنا، لا حكاية فارغة، مصر لا تساوي شيء مقارنة بالمنتخب التونسي حتى ولو نلعب، معناتها بلاعبين معناتها يعني نتاع البنك نتاعنا الكل مصر نربحوها. ولذا نحب نقول للقيادات العليا بالبين سبور بالجزيرة ويعرفوني مليح وخدمت معاكم وتعرفوني مليح يا أيمن جادة يا جماعة الكل تعرفوني. ولذا هذايا الجرذ حفيظ الدراجي ماذا بيا وماذا بيها الشعوب العربية الحرة أنه يتم طرده من بين سبور ومن قطر بصفة عامة، واضح. ولذا هذا الكلب الذي لا يعرف ماذا ينطق عن أسياده التوانسة، ما يعرفش شنو هو يتكلم، هذايا يحب يعمل الفتنة. ما تنجمش تعمل الفتنة بين الشعب الحر التونسي والشعب الحر الجزائري اللي يحكمونا طبعا عملاء وارثي أديان فرنسا، وأنت يا حفيظ الدراجي ورثت أديان الجنود الفرنسيين، واضح. لطفي غرس رو حر، رو مخاف من حد. ولذا إن شاء الله بإذن الله سمير عليم سيتم طرد حفيظ الدراجي يجر أذيال الخيبة من بين سبور ومن قطر، وبإذن الله السميع العليم هناك مذيعين ما شاء الله عليهم. ونحب نقول لكم في يعني التعليق الرياضي، تعلموا يا قنوات البين سبور، تعلموا تعلموا من أسيادكم الألمان كيفاش يعلقوا على المقابلات متاع كرة القدم. راهو مش ديما راهو مش هكا، راهو يزمك تخلي الجمهور يسمع الشوطة متاع الكورة. فما مقابلات في ألمانيا تتلعب الكورة تمس في الفيلي، تسمع الحس البروية ذاك اللي تعمل الكورة مع الفيلي تسمعه،
والمذيع يتكلم برسانة. هذا هو، ما قريتوش الصحافة يا بهايم، ما قريتوش الإعلام يا بهايم، ما قريتوش كيفاش توصلوا المعلومة يا بهايم، ما قريتوش كيفاش يزمك تخلي أذن الجمهور تسمع الكلام بين الجوارات والعيات متاع الانترونور. هذا هو كيفاش الكورة كيفاش تشيخ في على ماتش كورة. ولذا تحية إلى كل أحرار وحرائر الجزائر الحبيبة اللي بإذن الله سميع العليم، أنا متأكد بإذن الله ستقومون بالإطاحة بمن أو كبرانات فرنسا ومن يحملون أديان فرنسا الذي ورثوه عن أمهاتهم وأمهات أمهاتهم. هذوم الكبرانات اللي ورثوا الأديان متاع الجنود الفرنسيين يعني خلال الاستعمار الجائر الفرنسي الكافر الكلب لحبيبتنا الجزائر. ولذا إن شاء الله بإذن الله سميع العليم حفيظ الدراجي انتهى مع البين سبور، ولكن إن لم تتخذ قرارات البين سبور يا أيمن جادة تعرفني مليح، وكنا نتكلم في تليفون لما كنت أنا مكلف بالمغرب العربي في تونس في القسم الرياضي إذا كنت تتذكر مليح يا أيمن جادة. ولذا هاني نقول لك طرد عليك هالفيروس هذا، لأنه راه شوه البين سبور وشوه قطر. ولذا ماذا بيا إذا كان تبعثوه في أول طائرة إلى الجزائر، خلى يمشي غادي يشد الصف على البطاطا. مع كامل احتراماتي إلى الشعب الجزائري الحر، أحبابي أحبابي حبهم ويحبوني، وهذا يا عبد المجيد الرئيس ديالكم اللي أعطى القيس سعيد 300 مليون دولار نورمالمون يزرع بها بطاطا باش ما عادش الشعب الجزائري يشد الصف على البطاطا. هذا هو، راه ماناش نحطوا في الفتنة، راه نحبوا نعملوا لحمة، مش لحمة متاع من يحملون أديان فرنسا، لا، نحبوا نعملوا وحدة متاع الأحرار والحرائر والشرفاء. هذا الإعلامي لطفي غرس الذي لا يهاب أحد سوى الرحمن سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسى الانضمام إلى صفحتنا حتى يصلك كل جديد بإذن الله السميع العليم. كذلك نحب نقول كلمة قبل ما نكمل إلى حكومة السيسي الخسيس. أتعلم يا سيسي يا خسيس، يا خسيس يا مجرم، يا من قتلت مئات الآلاف من أرواح الشهداء المصريين، تأكد بأن الشعب التونسي بعد الإطاحة بقيس سعيد، الشعب المصري بإذن الله الحر سيقوم بالإطاحة بك بإذن الله السميع العليم، وسيرسلك إلى السجون. يا من قتلت آلاف المسلمين بمصر وقتلت مرسي، نعتبرهم عند الله بإذن الله السميع العليم شهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسى الانضمام إلى صفحتنا. كذلك أرجعوا للتاريخ وشوفوا أعداء الأنبياء من أين، من أين وفي أي دولة أعداء الأنبياء، وين تلقاهم، وين تلقاهم، تلقاهم فهالحكومة الفاجرة المصرية هم أحفادهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي بارتاجي واللي سبني بتبيعه باش ناخذ من حسناته أمام الله. شفتوا كيفاش نصطاد الحسنات، شفتوا كيفاش نصطاد الحسنات، المصيد هذه يعني نقولوا احنا لا باش ولا شاس مع بعضهم متاع الحسنات. اللي سبني ناخذ من حسناته أمام الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.